بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحدثنا بالأمس عن من كتاب إحياء علوم الدين، من كتاب الأذكار والدعوات، عن الأدعية المناسبة لحوادث، وقلنا يعني هي مناسبة لأعمال، لحوادث، لظواهر، لحالات. وأظن آخر ما تكلمنا به الفرق بين الريح والرياح، وقلنا ريح صرصر عاتية، وقلنا الرياح لواقح، أن الريح في القرآن الكريم وردت في معرض العذاب، وأن الرياح وردت في معرض الخير. ونستمر في قراءة الدعاء بإذنه تعالى. وإذا بلغك وفاة أحد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، وقل وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلفه على عقبه في الغابرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. نعم. وكأن في على الأقل جزء من يعني في ها هنا كانوا من دعاء أم سلمة رضي الله عنها. نعم. إذا بلغنا وفاة أحد، أظن ذكرنا بالأمس أن الناس وكان في جنازة مستمرة، قلنا وعزاء مستمر، يعني لابد من الصبر عند الصدمة الأولى. وإذا ما ذهبت الصدمة الأولى فلما الكلام الكثير عن يعني وكأنه اعتراض على قضاء الله عز وجل، يقولون بدري ويقولون كذا، كل هذا الكلام الذي لا يصح. نعم. يعني يتجلد الإنسان، يصبر، يحتسب، يكون له إن شاء الله أجر بذلك. ولا زلنا نرى المشكلة، سبحان الله، يعني كثر الهرج والمرج، كثر الهرج والمرج، يعني في فلسطين الصغيرة. نتحدث ليس فقط عن قتل الاحتلال للناس، لكن تحدث عن قتل الناس لبعضهم البعض، عن الجريمة، يعني أول أمس ثلاثة شباب من عائلة واحدة قتلوا في صراع بين العوائل، وفي الداخل يكاد يكون هنالك جريمة قتل كل يوم، ومرات أكثر، ومرات لا يدري المقتول فيما قتل، ولا يوجد شيء. أين عفو، أين الصفح، أين التسامح، أين التصدق بعرضك على الناس، أين الإحسان، أين الكرم، أين الجود، أين المغفرة، أين التغافل حتى، أين التغافل؟ يعني يرى الإنسان خطأ فلما لا يتغافل، بدلا من أن يجعل من الحبة قبة ثم نرى هذه الدماء تسيل، وهذا سبحان الله لا يرضى الله عز وجل. نعم. قتل العمد، يعني سبحان الله، كيف يواجه عقوبة قتل عمد؟ يعني لا إله إلا الله، غضب من الله، خلود في النار. يعني كيف يهون الناس هذه المسألة؟
وترى الآباء يعلمون عن حصول أبنائهم على السلاح و نعم. وتقول عند التصدق: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نسأل الله عز وجل. طبعا الإمام الغزالي تحدث عن الآداب التصدق، يعني حاول ما استطاع ألا يعلم بصدقته أحد نهائيا نهائيا، ما استطاع، بمعنى أنه يعني احتمال شخص واحد المتلقي احتمال، ومع ذلك يمكن حتى هذه يمكن يعني يعني يدبرها الإنسان بإذن الله عز وجل، ولا يحدث نفسه بما تصدق. وإذا ما وصل الأمر أنه يعطي، يجعل يد الآخذ العليا تأدبا معه، ويعني احتراما لنفسيته وتكريما له. نعم. والصدقة تكون بما يرفع الذي عنده القدرة، بما يرفع العوز حقيقة. يعني فيما قرأت يعني في تاريخنا الإسلامي، الأرملة تعطى بيتين تسكن في أحدهما، الأرملة الفقيرة بطبيعة الحال تعطى بيتا تسكن فيه، وتعطى بيتا تؤجره وتعتاش منه. أين نحن من هذه الصورة؟ نسأل الله جل أن يفرج الكرب، وأن يرزق الناس، أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. هنالك جانب جميل جدا في حديث يبدو أن في سنده شيء، ولكن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة، تضع طيبا على الدراهم، لأنه يقع في يد الله عز وجل. وطبعا هنالك مجاز، ولكن هناك جانب جميل جدا في هذا. القوة الشرائية للدراهم هي القوة الشرائية هي، ولكن هنالك جانب جمالي في الفعل. ويحاول الإنسان قضية الإحسان، هنالك إسلام، هنالك إسلام، هنالك إيمان، هنالك إحسان، والإحسان من الحسن، يعني الوصول إلى درجة جمالية في كل فعل يفعله الإنسان، في كل عبادة، في وضوئه، وفي صلاته، وفي صيامه، وفي صدقته، وفي حجه، وفي خروجه من البيت، وفي دخوله، ويصل إلى درجة من الحسن في التعامل مع الناس. يعني هذا العلاقة مع رب العالمين عز وجل، هذا التوحيد يجب أن ينعكس إلى علاقة جميلة مع البشرية، بل مع الخلق. ومن هذه العلاقة الإحسان إلى عالم الحيوان، لا يؤذي، يعني إذا كان لابد من أن يأكل هذه مسألة ثانية، لكن لا يؤذي، النهي عن صبر الحيوان الإيذاء، الحبس، كل هذا وارد. وتقول عند الخسران: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تتاجر، لا يمكن عادة، يعني في كثير من الناس الذين يشتغلون في التجارة قالوا أمامي أنهم أمضوا سنوات كذا وكذا حتى تعلموا، يعني أمضوا سنوات بمعنى كان فيها خسارة، وكان فيها يعني شدة، وكان فيها حتى أصبح لهم يعني اسم في يعني أصبح لهم اسم في السوق أكثر من يعني من شخص. إذا إنسان قد يخسر، وقد لا يكون تاجرا، قد يخسر، قد يكون له سيارة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ ويبارك لنا فيما رزقنا سبحانه وتعالى، ولكن قد تشطب سيارة، قد إذا أصابته مصيبة فليحمد الله عز وجل أنها كانت بذلك الحجم، لم تكن أكثر من ذلك، لم تكن في
في دينه، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، يعني لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يتذمر، لا يسب، لا يشتم، لا يعني لا يدخل نفسه بالإضافة للخسران المادي أو خسران يعني آخر. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وتقول عند ابتداء الأمور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وتقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نعم، والابتداء دائما بسم الله توكلت على الله، يعني يطلب المعونة من الله عز وجل، يطلب التوفيق من الله عز وجل في كل شيء. يعني سبحان الله، كان من فترة ليست بالقريبة، كان هنالك امرأة تطهو، يعني تصنع شيئا في المطبخ من الطعام، لا أذكر ما هو، ولكنها كانت كلما يعني انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، بسم الله، لسانها يعني ذاكر، يذكر الله عز وجل، وواضح إن شاء الله أنه هو تعبير عما يجول في القلب. هذه الجوارح إنما هي تعبر عن مكنونات القلب. وتقول عند النظر إلى السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتقول طبعا الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتقول تبارك الذي جعل في السماء بروجه وجعل في سراجه وقمرا منيرا. نعم، السراج مصدر الضوء، الشمس وكل نجوم شموس بالمليارات، سبحان الله. نعم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بالنسبة لنا أهل الأرض مصدر من مصادر الطاقة، سبحان الله، هي تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، سبحان الله. والاستقرار انتهاء الزمان، انتهى هذا الكون الذي نعرفه كما هو عليه، انتهى. سراجا وقمرا منيرا، القمر لأنه يعكس الإضاءة القادمة من الشمس، سبحان الله. نعم، وهذا من نعمة من نعم الله عز وجل. كان قبل إضاءة الشوارع والبيوت وكذا، يعني يتحدث الناس أن دعوتهم كانت لحفلات الأعراس، كانت حينما يكون القمر بدرا. نعم، نحن اليوم أبناء المدن قد لا نرى، قد لا نفهم هذه المعاني، سبحان الله. ولكن الذين يعيشون في البوادي حتى اليوم أو في أماكن بعيدة عن المدن يدركون أهمية يعني خريطة قبة السماء. كان ذكرنا شيئا بالأمس والأمس، ولكن قيل لبعض قادة الطائرات ماذا يحدث لو حصل خلل، يعني الجي بي اس لا يشتغل وكذا، قال نعود إلى الطريقة القديمة نتبع خريطة قبة السماء. والأصل فيها إن شاء الله يكون كل قادة الطائرات يعرفون هذا، لأن فعلا لو حصل خلل، بمعنى ليس خلل في جهاز طائرة واحدة، وهنالك ألوف الطائرات تكون في نفس اللحظة في الجو، فإذا حصل شيء الأصل أن
يعني يكون على قدرة لقراءة هذه البروج. وإذا سمعت صوت الرعد فقل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هنالك من رواه موقوفا وهنالك من رواه مرفوعا، وعلى كل التسبيح حينما يسمع صوت الرعد، لأن كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان الله، كل شيء يسبح. ولعل هذه أيضا الظواهر تذكير الإنسان، كل شيء في الكون يداوم على ذكر الله عز وجل، على تسبيح الله عز وجل. والإنسان والجان كل أولئك مخيرون، أيكون منسجما مع الكون فيسبح الله عز وجل، أم يكون شاذا عن كل هذا التسبيح. لأنه لو أنصت الإنسان بقلبه وليس بسمعه لانتبه إلى أن لو كان كل شيء الآن من حولنا يسبح الله عز وجل. وأنا أنظر الآن من خلال الزجاج، الآن في المحاضرات من البيت سبب الإغلاق الثالث لدينا في القدس، ممنوع التحرك بصورة معينة. فلو كان هذا الشجر وكان هذه الطيور وهذه هذه كلها تسبح في نفس الوقت، والأرض تسبح، وكل شيء في هذا الكون يسبح، والإنسان يختار إما أن يسبح أو لا يسبح. فإذا سمعت صوت زقزقة العصافير أو هديل الحمام أو إذا سمعت شيئا، فلما لا تشارك؟ يعني نقول هذه الجوقة، لما لا؟ هذه الكوكبة، هؤلاء يسبحون الله عز وجل، لا يفترون لا يكلون. الملائكة تسبح الله عز وجل، تعبد الله عز وجل. وبالنسبة لنا، لما لا نكون أيضا، لما لا ننسجم فندخل ضمن من يسبح الله عز وجل عند كل ظاهرة، وأيضا حينما لا، ولا يخلو الأمر من الظواهر، لكن على الإنسان أن ينتبه. وإذا رأيت الصواعق، البرق، لأنه رعد ثم برق صواعق، فقل لهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هنالك كثير من الناس من يقتل بالصواعق، بعضهم يكون يلعب في كرة القدم حصل وتضرب الصاعقة اللاعب لتقتله، وبعض المهم يعني أنه هي مخيفة، لأن المقارنة بس هكذا فقط، الكهرباء في البيت تصل في بلادنا إلى 240 220 240 فولت، في بلاد أخرى 110 حسب النظام. بس قارنوا ال 220 فولت 240 فولت 220 فولت حسب قارنوا ال 220 بمليون فولت. نعم هكذا بس للمقارنة، وقد تكون أكثر من ذلك بكثير. تحدث عن قوة حارقة، قوة حارقة. وقد ورد في القرآن عدة آيات تعلق بالصاعق، يجعلون أصابعهم في آذان الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وفي قول بني إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذته الصاعقة. سبحان الله، فخر موسى صاعقا حينما تجلى ربنا جل وعلا للجبل فجعله دكا. سيدنا موسى عليه السلام ما تحمل النظر إلى الجبل الذي انتهى كأن لم يكن، لا قدرة الإنسان
ولذلك قالوا هو يعني هو كريم الله، هو الهدي. يعني هذا نقاش يطول في قضية السمع والبصر، ولكن يعني من قال بالرؤية يوم القيامة فذلك يكون قد تغير في الإنسان شيء على مراد الله عز وجل بما يليق بالله عز وجل. نور أن يراه كما ورد في الحديث، ولكن الإنسان في الحياة الدنيا ليس لديه القدرة على رؤية ذاك البعد الآخر إذا جاز التعبير. ولذلك عند الوفاة أكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد من الحدة، من يعني هو يرى ما لم يكن يرى، يرى ما لم يكن يرى. نعم. إذا أمطرت السماء فقل اللهم سيبا هنيئا وصيبا نافعا، اللهم اجعله سيب رحمة واجعله سيب عذاب. وفي القرآن الكريم وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود زيادة ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم. إلا أن في قصة قوم سيدنا نوح عليه السلام الماء اجتمع عليهم من السماء ومن الأرض، الأرض أخرجت ماءها والسماء أنزلت ماءها، فحصل فيضان عظيم غرق فيه إلا من كان على السفينة. ولذلك هذه السفينة، وهذه السفينة سفينة سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى تركها آية على الجودي، ولكن على المستوى المعنوي هذه السفينة موجودة في كل زمان، بمعنى أنه يعني خطاب سيدنا نوح عليه السلام لابنه، وحقيقة يعني مشهد مؤثر جدا. ينظر الإنسان إلى، يعني لا أعرف أين تقفون حينما تقرؤون، خيال يتخيل الإنسان حينما أقرأ هذا الحوار الذي دار، وهذا التنبيه وهذا التحذير وهذا الرجاء من سيدنا نوح عليه السلام، يا بني اركب معنا. سبحان الله، أكون واقفا يعني كأني من خلف من كتف سيدنا نوح عليه السلام، وأنظر وولده رفض أن يكون على مع جماعة المؤمنين على سفينة النجاة، ولجأ إلى الأسباب المادية. ما معنى أنه لجأ إلى الجبل؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما معناها؟ لجأ إلى بعد مادي محض لا يغني شيئا، لا يغني شيئا، انتهى. سبحان الله. ولذلك سبحان الله، ليس من أهل سيدنا نوح عليه السلام، بمعنى أنه اختار طريقا مختلفا، كزوجة سيدنا لوط عليه السلام كانت من الغابرين، حال بينهم الماء فكان من المغرقين. وإذا غضبت اللهم اغفر لي فقل اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم. إذا غضبت، نحن تعلمنا إذا كنت واقفا فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع، توضأ، لأن الوضوء يطفئ الغضب كما تطفئ الماء النار. يعني سبحان الله. إذا غضبت وجه هذا، يعني اضبط هذا الغضب، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد عند الغضب، يا
يعني تملك نفسك، املك زمام أمرك، أمسك لسانك، لا تغضب، لا تغضب. يعني إن لم تكن لله عز وجل، في سياق عام، في سياق. أما القضايا التي يقتتل عليها الناس ويتطلقون بسببها، ما أظن أنها قضايا إجمالا لله عز وجل. الناس ماذا قال لي رجل فاضل ولا زكى الله أحدا، شيبة صالحة إن شاء الله، علم، يعني ماذا أقول فيه؟ لا أقول ما يمكن أن يعرف من خلاله. يعني كان أستاذا في إحدى الجامعات وقد بلغ من السن كذا، فيوم من الأيام قال لي أنه طلق زوجته، وهو من تلقاء نفسه قال أن السبب أصبح يعني يختلفان على أين توضع الأشياء على الطاولة، هذه يعني توضع هنا وتوضع هنا، لا تضعها هنا. هو يعني يقر بأن الموضوع الخلاف تافه. طب كيف نقول رجل فاضل وعالم وكذا والآخرة؟ الشيطان لن يتركك، معركة يومية. وهذا طريق ضيق، ضيق مجاري الشيطان بالصمت. سبحان الله، هذب نفسك، صم. سبحان الله. وإذا خفت قوما فقل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. استشر الشر، نعم استشر الشر، نعم. ليست قضية يعني سبحان الله، هي قلة أدب مع الله عز وجل. أي سلوك غير سوي لا يرضي الله عز وجل. والناس على ماذا تخاف؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله، وكأن الناس تحتاج إلى الأمن وتحتاج إلى طعام، قضية مادية محض. يعني يستتر الإنسان بلباسه زمنا وليس بالبسيط. يعني لا يشتري إنسان كل يوم، أو لا يحتاج إنسان كل يوم إلى لباس جديد، يحتاج إلى أن يلبس لكنه لا يحتاج إلى لباس جديد، ولكن كل يوم إجمالا يحتاج إلى طعام. وهذا لإلاف قريش، إلافهم حتى الشتاء والصيف. ألفوا، سبحان الله، ألفوا هاتين الرحلتين. المهم الله عز وجل رزقهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع الرزق على عباده. وآمنهم من خوف، نحن نحتاج إلى الأمن، هنالك أمن مستويات كثيرة. نعم، لا تخاف على الرزق فإنه آتيك. لا يعني أنك لا تسعى، أنا أقول لا تخف، هذا لا يعني أنك لا تسعى، بل يعني الأصل فيها أن المؤمن القوي الذي يسري مبكرا، فإن الله عز وجل بارك لأم السيدة محمد صلى الله عليه وسلم في بكورها. الأمن، سبحان الله، الناس تحتاج إلى الأمن، ولكن هذا الأمن لا يكون على حساب يعني على حساب أشياء من الدين، يعني من بالضرورة.
يعني لا نكمم أفواه الناس بسبب الأمن. نعم، إذا خافت الناس أن على نفسها كيف سيكون هنالك صدق في المشورة؟ وإذا غزوت فقل اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل. هو الدعاء وقت يعني تلاحم الصفوف، لكن نسأل الله عز وجل النصر، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على من عادانا وآذانا وأخرجنا من ديارنا. وإذا طنت أذنك فصل على محمد صلى الله عليه وسلم وقل ذكر الله بخير من ذكرني. يعني هذه في الناس لها في الثقافات المحلية تفسيرات لطيفة لا تصح. نعم، فإذا رأيت استجابة دعائك فقل الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، وإن أبطأت فقل الحمد لله على كل حال. وإن شاء الله يعني ندعو الله عز وجل دائما وأبدا وبحسن ظن وعلى ثقة بأن الدعاء إن شاء الله مستجاب، ولكن لا يمنع الإنسان الدعاء من القبول بذنوبه وبمعصيته أو يدعو بالشر أو يدعو بما لا يرضي الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.